السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Because I got the question, if I can sit with the same table with Cristiano and Lionel Messi, I say I can invite them both to my table to eat maybe the dinner. Because you know, if you are on the top like Cristiano and Lionel since 10, 12, I don't know how many years, it's you know, it's for me to be there to try to win another something special. And كريستيانو رونالدو لم يستطع تمالك نفسه من الضحك عند سماعه هذه الكلمات. لابد أنه أعجب بكلام ليفاندوفسكي الذي انتقص من تقديره لذاته أمام عظمة الدون. من جهة أخرى كان ليفاندوفسكي يشير إلى غريزمان الذي لم يكن متواضعا في تصريحاته عندما قال: أعتقد أنني بنفس جودة كريستيانو وميسي، وأنا أعلم أن اللاعبين الآخرين سيوافقونني الرأي. أنا متأكد أنا أحقق أقصى استفادة من تواجدي على هذه الطاولة، ولكني أعرف أيضا أنه يمكنني القيام بعمل أفضل منهم. منذ هذه التصريحات غريزمان لم يعد يلعب بشكل جيد، وليفا يعلم أن التواضع يأتي قبل المجد، ويعلم أيضا أن الثبات والمواصلة هو أصعب شيء يمكن تحقيقه. وهذه الرؤية هي التي أثارت إعجاب كريستيانو بشكل واضح. كما قلت من قبل، إنه أمر رائع أن يتم ترشيح ليفاندوفسكي مع هؤلاء اللاعبين الذين تم ترشيحهم. بالنسبة لي إنه لشرف عظيم. ليفاندوفسكي كون مسار رائعا، يسجل أهدافا كثيرة وفاز بالعديد من الألقاب. كما هو حال رونالدو، ليفا يتدرب بشكل شاق وصعب ومهووس بتحسين قدراته، وتوقعاته كبيرة جدا، وهذا ما عبر عنه اللاعب البولندي أيضا تحت أنظار صاروخ ماديرا عندما قال: منذ السنوات المنصرمة عملت جاهدا لأصل لكل ما وصلت إليه الآن، وفي الدوري ودوري الأبطال أظهرنا للجميع بأننا الأفضل بسبب الطريقة التي لعبنا بها، وأظن أننا من أحسن الفرق في التاريخ. روبرت ليفاندوفسكي قال أنه مستعد لدعوة ميسي ورونالدو إلى طاولته، لكن لم يجرؤ على مقارنة نفسه بالبرغوث والدون كما فعل غريزمان. والحكمة التي يجب أن نتعلمها من هذا الرد: لا تقارن نفسك بالأفضل منك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة.